شو؟ كله تمام سيدي، خليت الشباب يوقفوا على الدرج اليمين واليساري وما يخلوا الطير الطاير ينزل. يعني جاهزين؟ جاهزين، ونزلناهم لقدام الباب. مو صفيان غير يلا. زنزان صايد؟ طبعا سيدي. لكن؟ أكيد. سألت السجال المناب وقال لي إنه العقيد فايز حطه هون عشان يدير باله عليه. ده صايد؟ أي نعم. وياك بسلم عليك وبعت لك معي كثير. سيدي في جرار غاز انفتح هون. أكيد سيدي، لأنه في زنزانات تانية فيها حالات إغماء، يعني القصة مو صدفة. أكيد مو صدفة، أكيد. رئيس الفرع نسلح الزنزاني عم يركض. ونحن شو دخلنا؟ ما دخلنا سيدي، بس أنا قلت لخبرك. ناصر بدي إياك بارد مثل الثلج وتفاجأ بالإسلام. حاضر سيدي. احترامي سيدي، روح لهالشغلة. حاضر سيدي. تفضلوا سيدي، إذا بدك بركي تفضل. اللي عملته يا رؤوف راح دفعك ثمنه غالي، راح خليك عبره. كلكم اللي عملته اليوم كوم تاني. ليش أنا شو قلت سيدي؟ أنت رهن التحقيق يا مقدم رؤوف، وهلا راح طالع أمر بهالخصوص. خصوص شو سيدي؟ تروح على بيتك ومكتبك ما بتفوته بنوب. تسمعني؟ ومن اليوم بتحط حالك تحت تصرف لجنة التحقيق. سيدي أنا ما بفهم شيء. أكيد ما فهمت، أكيد، لأنه بحياتك ما راح تفهم. بحياتك سيدك ما لازم يروح على بيته؟ لك هذا قاتل، قاتل، يعني كل تعبي راح على الفاضي، وبعدين سيادتك بتقول له روح على بيتك؟ أنا شكلت لجنة للتحقيق. سيدي بس ممكن يهرب، وهيك بيكون خسرنا كل شيء. ها؟ لا تخاف، أنا بعتت دورية حراسة على بيته، لذلك ما ممكن يقدر يتحرك لا هيك ولا هيك. سيدي لازم ينحط بالسجن وفورا. ما فينا يا فايز، ما فينا لتثبت التهمة عليه. شو يعني تثبت؟ مين إله مصلحة بالتخلص منه؟ بعدين سيدي أنا هلأ بدي أفهم كيف تتسرب خبر إنه المعتقل موجود عنا؟ التحقيقات هي اللي بتجاوب. رح جن، أقسم بالله رح جن. يا فايز حالتي مثل حالتك، بقى لا تزيد علي الله يخليك. سيدي شو اللي عم بصير بالدنيا؟ واحد وسخة مثل هاد ينتصر علينا دائما؟ ما راح ينتصر، والحبل راح يلتف حول رقبته. سيدي في شيء تاني. شو؟ مستحيل يكون رؤوف لحاله عمل كل هاد، أكيد في عناصر ساعدوه على قتل صهيب، صح؟ صح. معناتها في كتير عناصر يفترض يكونوا هن أمن للبلد، والحقيقة هن وبال على البلد، مزبوط؟ مزبوط. إيه سيدي، وشلون لازم نتصرف؟ ما رح نقدر نتصرف أي شيء لتباشر اللجنة معهم. سيدي خايف اللجنة مثل كل مرة ينضغط عليها ما يطلع معها شيء. لا 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 لا، هالمرة واقع وما حدا سمع لي. سيدي بترجاك لا تحكي بثقة. يا فايز خلص، قلت لك راح ياكلها، وهالمرة يا أنا يا هو. خايف لك هو، بس ما بدي اجرحك. يا خوفي يطلع هو وأنا يا فايز.
بابا؟ بابا؟ ليش هيك نايم؟ أني نايم. شوفي شو صاير؟ وشك بيقول إنه في شي كبير. ما في شي ما صار شي. صرت أعرف إنك بتكون مهموم وإنك بتكون فرحان وإنت بتكون في شي مصيبة كبيرة وقع فوق راسك ومكركبتك. أنا ما عاد تحسيت. قلبي تمسح. حاسس صار لازم ارتاح. ليش هيك عم تحكي؟ ليش صاير عم بتمنى الموت؟ بدي انسى. تموت؟ يعني مو موت موت وتنتهي الحياة. جاي على بالي نام نومة طويلة. نومة طويلة. في لاقي حالي الكبير. الكبير اللي ما عاد بده شيء. ايه بس انت كبير. لا لا انا لهلا باخد اوامر. لهلا باخد اوامر. الكبير ما بياخد اوامر. انا بدي الكل يقولوا حاضر. بدي الكل لما انا احكي يقولوا حاضر. وهي الحاضر ما عم تزبط معي. هلا في حدا خاف منه وأنا ما بقى بدي خاف. ما بقى شايف هذا الريموت كنترول؟ ها قديش صغير؟ صغير كتير ما يعني مقارنة مع الشاشة اللي هنيك. هاي شو بيطلع؟ ما بيطلع. هي أكبر منه بشي 500 مرة. مزبوط. ورغم هيك هو اللي بيعطيها الأوامر. أنا بدي أصير مثل هذا الجهاز. أعطي أوامر وبس. شوفي مثلا هيك بيقلا غير القناة. يعني بيعطيها أمر وهي بتنفذ الأمر من غير ما تعترض. هيك بيقول لها علي الصوت. علي الصوت. هيك بيقول لها وطي. يعني هو اللي بيقرر. وأنا بدي يكون هذا الجهاز الصغير اللي بيعطي أوامر للكبار بينفذوا من غير اعتراض. بيقولوا حاضر وبس. بس هاي ما بتزبط معي. ايه بابا بس يعني هذا الجهاز الصغير إذا ما حدا كبس الزر تبعه ضل قطعة صغيرة ما قالها أي قيمة. بدك تحدد شو بدك تكون لحتى ترتاح. جهاز صغير ولا الحدا اللي بيكبس زر الجهاز الصغير؟ أنا بدي يكون الثلاثة. الشاشة والجهاز واللي بيكبس الزر. ناصر. ايه سيدي. كل العناصر المسؤولة عن السجن حطوهم بالحبس واكيد رح يسألون شو عملنا. ايه شو ايه سيدي؟ اكيد رح يقول لنا انك كلفته بالمهمة بناء على طلب منك ورح يكون دليل ضدنا. يبلطوا الزرع نحن ما لنا علاقة. بس بس يا سيدي انا خايف بكره يحطوني بالسجن. ناصر لا تقلق ولا تكون ولد. يعني حتى لو صار هيك القصة كلها كام يوم؟ يعني عيب عليك تفكر بالموضوع. حاضر سيدي بس انا قلت لخبرك. ماشي ماشي ناصر برافو عليك. أنا بدي إياك هيك دائما رجال. أمرك سيدي. يلا يا بطل. احترامي سيدي. خلي رئيس الحرس يفوت. حاضر سيدي. احترامي سيدي. اللي لا شوف
شو صار يوم الجريمة؟ سيدي إجاني المساعد ناصر، قال لي إنه سيادة رئيس الفرع طالبك فورا. طلعت عما أركض، قام قال لي مدير مكتبكن إنك ما طلبتني. ولما رجعت سيدي لعند المساعد ناصر حتى أفهم منه الموضوع، قام شفت حاجب سيادة المقدم واقف على الباب. وقت شافني قال لي وينك المقدم رؤوف؟ قال بالدنيا عليك، وين كنت؟ قلت له ناصر قال لي إنه رئيس الفرع مو سيادة المقدم. قال لي لا، المقدم لأنه كان عم يصرخ وينه تبع السجن جيبوا لي إياه. قلت له طيب وين راح؟ قال لي خمس دقايق بيرجع. انتظرته سيدي، وبعد شي عشر دقايق رجع سيادة المقدم رؤوف، ولما شافني سألني أنت عم تسجل أسماء الموقوفين يلي عم يدخلوا لعندك على الزنزانات؟ قلت له إيه سيدي أكيد، هي أول شي منعمله. قام قال لي منيح، دير بالك على شغلك، وفات على مكتبه. استغربت كتير إنه شو قالب عليك الدنيا وعم يسألك هيك سؤال ما بينسأل لمجند جديد. بس سيدي بعد ما رجعت تفاجأت باللي صاير تحت. شو يا رؤوف؟ لا مزبوط سيدي اللي عم بيقوله صح. شو المزبوط؟ مزبوط، أنا وناصر كنا عم نحكي عن عدد الموقوفين الموجودين عنه. قلت له نبه رئيس الحرس خليه يتأكد من كل الأسماء الموجودة مشان ما يصير أخطاء يعني. شو أنت عم تضحك علينا؟ ملعبة بين يديك لهنا؟ ليش أنا شو قلت غلط سيدي؟ شو قلي؟ بدك تنبهه على أصغر تفصيل بشغله؟ وأنت ولا ناصر؟ ليش قلت له إنه رئيس الفرع بده إياك؟ هو غلطان سيدي، أنا قلت له سيادة المقدم. سيدي قال لي رئيس الفرع طالع. بجوز ما سمعني منيح. سمعت كثير منيح سيدي. قال لي سيادة رئيس الفرع طالع، أنا متأكد 100%. ما بتذكر سيدي، يعني نحن باليوم بنقول رئيس الفرع مليون مرة. بجوز خربطت وقلت رئيس الفرع بدل رئيس القسم. ها؟ قلت لي خربطت. هلا بنشوف. احترامي سيدي. جيبوا لي العسكري. احترامي سيدي. إلي لشوف. شو شفت يوم الحادثة؟ سيدي شفت سيادة المقدم رؤوف والمساعد ناصر طالعين من السجن، صدفتهم عند مدخل الدرج. شو يا رؤوف؟ قصاب سيدي. سيدي بترجاك تني هالمهزلة هي؟ نحن مالنا اولاد صغار لحتى يقعد يتزاكى علينا هو وهذا المعتوه. القصة واضحة وما بدها حتى تحقيق. قتل صهيب لحتى تضيع المعلومات اللي عنده. هذا أكبر عدو موبس لحاله للبلد كلياته. فايز أوي سيدي. سيدي أنت بتعرف وكل الضباط اللي قاعدين بيعرفوا إنه القصة واضحة. ليش لحتى نضيع وقت؟ لازم تنحط الكلبشات بإيدين وبإيدين هذا النجس. يا فايز للمرة الثانية بقلك عود وخلينا نكمل. سيدي أنت ليش مصر تضيع وقت؟ نحن في عنا خمس ملفات بحاجة لمتابعة. أرجوك أرجوك لازم تصدر أوامر باعتقاله. فايز عود. بالمرات السابقة كنت أقول إنه كل ضابط مسؤول عن حاله وبيمثل حاله، بس بعد عملتك هي صار لازم أقول لك إنك لوتتنا كلنا، وصهيب اللي قتلته هو أنا، وبهالحالة راح صير خصمك وعدوك لأنه أنا القتيل وأنت القاتل. سيادة المقدم فايز، بصفتك مكلف برئاسة قسم التحقيق بدءا من هاللحظة بتمنى تمارس مهامك فورا. أمرك سيدي. مقدم رؤوف، أنت رهن الاعتقال والتحقيق،